مقولة فكاهية اتحولت لحقيقة فأنهت جيل زامبيا التاريخي. في بداية التسعينات أصبح لزامبيا منتخب قوي ونجوم شابة أبهروا العالم كله، ولكن للظروف الاقتصادية السيئة اتعود منتخب زامبيا أنه يسافر لخوض مبارياته خارج بلده بطيارة حربية متهالكة، وتعود اللعيبة بينهم وبين بعض أن هم يهزروا ويقولوا الطيارة دي هتموتنا في يوم. ويوم 27 إبريل 1993 بيتحول الهزار لحقيقة. وقعت طائرة منتخب زامبيا في المحيط الأطلنطي بعد انفجار في المحرك، علشان يموت معاها 18 لاعب من منتخب زامبيا ورئيس الاتحاد والمدرب، وعشان تكتب نهاية لجيل كان متوقع ان يكون جيل تاريخي لمنتخب زامبيا. وزي ما احنا عارفين كان احد الناجين كالوتشا بواليا. كالوتشا بواليا أسطورة الكرة الزامبية فيما بعد، ولعب ايندهوفن وقتها، اللي ما استسلمش وقرر ان هو يجمع منتخب زامبيا من جديد حتى لو هيضم لاعبين غير معروفين. ولكن مع الاسف كالوتشا بواليا ما كانش محظوظ كفايه. بواليا وبعد شهور قليله من الحادث قاد فريق من اللاعبين المغمورين في محاوله لاكمال حلم زمايله اللي ماتوا، ولكن ولسوء الحظ خسر بطاقه التاهل لكاس العالم قدام المغرب في المباراه الاخيره. وتمر السنين والظروف تتغير، وكالوتشا بواليا يبقى رئيس الاتحاد الزامبي، ويشهد بنفسه تتويج منتخب بلاده بكاس الامم الافريقيه لاول مره في تاريخهم سنه 2012، وياخدوا الكاس قدام بقايا حطام الطائره ويوجه التحيه لافراد جيله.